يعني حننتقل من عالم الرياضة سمر لعالم الصحة والأطفال، حيث يعاني العديد من الأطفال من اضطرابات بالطرق التنفسية العلوية، ومع تبدل الطقس بتزيد مشاكل لدى الأطفال. غالبا ما يصيب الأهل حيرة شو هيدي المشاكل، أكيد لازم هون يراجعوا الطبيب، لأيضا الطبيب يوجههم، وأغلب التوجيهات أو الأصابع تشير إلى الناميات الأنفية. لحتى نتعرف بشكل موسع عن الناميات الأنفية عند الأطفال بالتخصيص أكيد وعلاجها وطرق التعامل معها، بصرنا نرحب بضيفتنا الدكتورة ميس حوراني، أخصائية أذن أنف حنجرة. يسعد صباحك. أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح النور. بالبداية خلينا نحكي ونعرف ما هي الناميات الأنفية عند الأطفال. الناميات الأنفية هي خلينا نقول ببساطة هي كتل لحمية موجودة خلف الأنف بالتجويف بالعوم الأنفي. يعني نحن لما نفتح الفم ما بنشوفها مثل نحن ما بنشوف اللوزات، هي جزء من الدائرة اللمفية، الجهاز المناعي الموجود بالعوم الأنفي والبالعوم الفموي عند الإنسان، هي بتكون موجودة منذ الولادة. تمام، اكيد. خلينا نحكي، طيب كيف الام بتعرف انه طفله عنده مشكله بالناميات الانفيه؟ هي بتيجي بتستفسر، يعني الام تيجي بتستفسر. اكثر الشكاوى يلي بيجي فيهم واللي نحن ممكن يوجهنا عند الناميات هو الشخير الليلي. تمام. الشخير الليلي او انه بيفتح تمه وقت النوم، او صعوبه هي بتحس انه الطفل ما عم يتنفس من انفه، فبتيجي بالسؤال عن هي المشكله، ونحن بنتوجه من خلالها ومن خلال الفحص السريري انه نحن ممكن تكون عندنا مشكله ضخامه بالناميات الانفيه. نعم. دكتوره ميس، يمكن دائما هلا الاطفال بعمر معين يكون عندهم ناميات، هل عادي مثلا يكون في عمليه ولا لا؟ في لها علاج اذا كان مثلا عندهم اياها متضخمه شوي، ولا بيخضعوا لعمل جراحي؟ حسب السبب. اول شكوى بتيجي فيها الام اللي هي جايبه فيها الطفل، مو من اول مره نحن بنقرر تجريف الناميات، لانه في كثير اسباب لضخامه الناميات الانفيه. فهلا ممكن يكون السبب تحسسي، ممكن يكون السبب انتان فيروسي او انتان جرثومي. نحن اول شيء بنعالج السبب، منعالج السبب يلي نحن من خلال الفحص السريري شفنا انه هذا السبب ادى لضخامه الناميات. استجابت الناميات للعلاج طبعا من خلال المتابعه، نحن بنكمل للعلاج. لا صار في عندنا ضخامه ثابته بالناميات، هي الضخامه ادت عندنا لمضاعفات فيما بعد، ممكن وقتها نقرر العمل الجراحي. لا بس مو اي ضخامه بالناميات بالمراجعه الاولى تقتضي انه نحن بدنا نفوت على عمل جراحي. نعم. طيب كثير من الاهل عندهم خوف انه اولادهم يتعرضوا لعمل جراحي بعمر صغير، انت باي عمر بتنصحي انه عادي انه طولوا بالكم لا تخافوا، بس يعني ضروره اجراء عمليه ناميات الانف للاطفال؟ دائما نحن بنقول بالنسبه للجراحه تحديدا، هو خصوصا الجراحات البارده، يعني ما هي جراحات اسعافيه، هي الموازنه بين السلبيات والايجابيات، يعني بين الشيء اللي نحن ممكن ننطر عليه وبين الشيء اللي رح يصير اذا نحن نطرنا، وبين الشيء اللي نحن اذا هلا نحن عملناه شو رح نستفيد فورا. نحن بدنا نشوف لاي درجه واصله ضخامه الناميات، لاي درجه، لاي فتره زمنيه صار له الطفل بيعاني، وشو الاختلاطات اللي صارت من وراء هي الضخامه، ونوازن بين هيك وهيك، ونعطي السلبيات والايجابيات للاهل لحتى نحن نقول لهم انه نعطي طبعا الراي الجراحي، الراي الطبي انه لا هذا الطفل هلا بقى صار لازم يخضع للعمليه، والا نحن فتنا باختلاطات الناميات. نعم. يعني دكتوره ايضا يمكن كنا بحديث سابق ايضا عن الاطفال انه عم يعطون ادويه بشكل عشوائي، الام بتعطي حتى انخفاضات الحراره، وايضا هون كمان بنخصص بخاخات الانف ايضا، قديش كمان انه استخدامها بشكل عشوائي هو مضر اكثر ما هو مفيد، ويمكن يعمل مثل ما بيقولوا انتكاس وحاله عكسيه، يعني مو علاج بيصير بيصير اذى. تمام. سالي بنرجع لموضوعنا اللي حكينا فيه قبل شوي، هي اسباب ضخامات الناميات. نعم. او اذا هذا الشيء مسبب من ناميات او لا، لانه الانسداد الانفي ممكن يكون مسبب من شغله جوا الانف، ما ممكن. تمام. يكون السبب بس ناميات. اذا القصه ناميات وزبطت مع الام، طيب هذا الشيء ممكن يكون تحسسي، ممكن يكون انتان فيروسي، ممكن يكون انتان جرثومي. انا لما عم بستخدم بخاخ الكورتيزون اللي هو بده يخفف لي الضخامه نتيجه شيء تحسسي، وانا في عندي انتان جرثومي غير معالج اللي هو بترافق مع اعراض صارخه شوي اكثر، يعني الطفل بيكون عليه حراره، الطفل في عنده رائحه فم كريهه، حاله عامه سيئه، فانا عم بعطي الشيء الغير مناسب. بنرجع لقصه انه نحن عم نعطي ادويه
بغير محلها أدوية عشوائية بدون تشخيص، فنحن هيك نحن منضر ما منفيد. هلا ممكن تزبط معنا، ممكن يكون السبب تحسسي وتزبط معنا وتقول الام المره الماضيه نحن اجينا بهالقصه ونستخدمها. دائما دائما كل حاله مرضيه لها خصوصيتها وما نعمم، هذا شيء كثير اساسي. نعم اكيد. خلينا نحكي، كثير من الامهات ممكن حسوا الولد الرضيع انه مثلا عم بيشخر، عم تطلع له ريحه فم كريهه وكثير من الاشياء الثانيه، هل ممكن عند الولاده انه يكون الطفل معه تضخم بناميات الانف ولا لا؟ الناميات هي بنى موجودة منذ الولادة. طبعا. هلأ إنه نحن نلاقيها متضخمة منذ الولادة شفناها بس قليلة كثير. بتبدأ ضخامتها من عمر السنة ونص تقريبا بتبدأ تتضخم، ومو كل الأطفال على الفكرة ممكن توصل عندهم الناميات لضخامة سادة، هي ممكن تتضخم بس ما تسد الطريق الهوائي. ذروة النمو بيكون بعمر 3 إلى 4 سنوات، بتبدأ تكبر كثير، بتتوقف بالنمو تقريبا عند عمر 8 سنوات بتبدأ بالتراجع. نادرا، مو نادرا، خلينا نقول قليل، نحن ما نشوف ضخامة ناميات أنفية بعد عمر 10 سنوات، لأنه بتكون هالبنى بدأت بالتراجع بالحجم. تمام. يمكن هيدي المعلومة يمكن أكيد أنا حتى استفدت منها أنه بتتراجع. تماما. تمام. لأنه بيجوا عنا فيما بعد بيقولوا لنا عندهم ناميات بعمر مثلا 13-14 سنة، بتكون هي المشكلة القرينات الموجودة داخل الأنف غير الناميات الموجودة بالبلعوم الأنفي، نحن صرنا بمشكلة وبنية مختلفة تماما. تمام. عشان هيك هي الاستخدام العشوائي للبخاخات. هل بيسيبون وجع راس للاطفال مثل البالغين وقت يكون عندهم تضخم او ناميات؟ هلا انا حابه احكي شوي عن الشيء اللي بسببه ضخامات الناميات، لانه ضخامه الناميات ما بتسبب بس انسداد انفي، في عندنا كثير شغلات ممكن تاثر عليها، ونحن هي الشغلات اللي بنرجع لاستطبابات العمل الجراحي اللي بنقول للام انه نحن لازم بقى نحن لنحل هالمشكله لازم نحن نجرف الناميات. أهم شيء بيصير معنا هو انسداد الأنف. أنت سكرتي مدخل الأنف الخلفي، لما تسكر مدخل الأنف الخلفي ما عاد في هواء يمر. نعم. فبيصير عندهم صعوبة تنفس، بيصير عندهم صداع، بيصير عندهم مثل ما بيقولوا وهن الصبح، ما كتير في استيعاب لأنه في قلة أكسجين عم تصير عند الأطفال. بيصير عندنا التهابات الأذن الوسطى المتكررة نتيجة انسداد فوهة نفير أوستاش، بيصير في عندنا مشاكل بتهوية الأذن. التهاب الجيوب الأنف والجيوب الأنفية على علاقة وثيقة، أي التهابات بالناميات ممكن يكون فيها دخول لجراثيم على الجيوب. صحيح. بيصير عندنا التهابات جيوب متكررة. رائحة الفم الكريهة، الطفل دائما فنحن دائما نعاني من رائحة فم كريهة. المشاكل التقويمية اللي بتصير عند الأطفال أحيان كتير من فوتة الطفل ممكن يكون جاي بمشكلة أخرى، من فوتة الطفل نحن عنا من إلا الأم بتنفس من تمه بيصير في عنا تقدم بالفك العلوي، في عنا هون القواطع الأمامية بتتقدم، الشفة العلوية بتطلع، نحن بنسميه انقراص لثوي، نحن طبعا هذا بنسميه كله منظر الناميات، وبيكون كتير أحيانا مبعوثة من طبيب الأسنان بمشكلة تقويمية بس إنه يتأكد إنه ما في ناميات، لأنه بوجود الناميات ما بيزبط التقويم. تماما. المشكلة الأهم واللي بتيجينا من أطباء الأطفال الربو، حالات الربو، لما في عنا ناميات ضخمة دائما في مفرزات عم تنزل سطح الأنف، سطح البلعوم الخلفي، هاي المفرزات ممكن تنزل للرئتين ودائما تحرض عنا نوبات الربوية. تجريف الناميات كتير يعني بفيدنا بهيك قصص. تمام. أكيد. خلينا نحكي مثل ما قلت أنه كتير من الأهالي عندهم خوف لإجراء عملية جراحية، طيب بعد إجراء العملية الجراحية شو ممكن يصير مع الطفل؟ قديش ممكن يبقى بالمشفى؟ شو هي الأعراض الجانبية بعد العملية الجراحية برأيك؟ تجريف الناميات هي من العمليات الميسرة مثل ما بيقولوا، ما بتاخد أبدا وقت أثناء الجراحة. إذا كانت تجريف ناميات فقط ما عندنا سبب انسداد آخر مثلا مثل ضخامة اللوزات اللي بتطولنا فترة الاستشفاء، هي عملية بسيطة بتاخد فقط يعني نحن بنعطي زمن النزف بس أثناء العملية تاخد طبعا، بس الطفل بده يكون مخدر، هذا الشيء اللي الأهل بيخافوا منه. التخدير عام، أي إجراء على السبيل التنفسي يقتضي تخدير وتنبيب حماية للطرق التنفسية. الشيء اللي ممكن يصير أحد أول اختلاطات بأي جراحة ممكن تصير هي النزف،
ونحن هذا الشيء يعني بنتجاوزه اثناء العمليه، نحن بندك منيح، بنعطي وقت منيح ليصير التخثر. الحقيقه هي من ايسر العمليات، والطفل ما عنده مشكله بالاكل بعدين، مثلا مثل اللوزات، مثل استئصال اللوزات ما عندنا مشكله بالشرب، الطفل بيستعيد عافيته خلال يومين ثلاثه. طبعا الانتان دائما بعد الجراحه، ممكن انتان محل العمل الجراحي اذا نحن ما التزمنا بالوصفه الطبيه، بس بشكل عام تجريف الناميات تحديدا هي من العمليات خلينا نقول بسيطه. ألم حلق وسيلان بالأنف، كمان بتبقى ريحة الفم كريهة كمان، شو السبب بعد العملية؟ بعد العملية إنه نحن تمام. هلا نحن جرفنا قمنا الكتلة محل ناميات، بيصير في وزمة بالأنسجة، هي الوزمة نتيجة الرد، نتيجة رد العمل الجراحي، بدك تعطيها وقت بس للأنسجة ترجع لمحلها، بيفتح تمه بيتنفس شوي من تمه وبعدين بيمشي الحال خلال فترة، يعني بس لفترة الأنسجة تعود لحجمها الطبيعي بس، نتيجة الرد تبع الجراحة ما أكثر ولا أقل. نعم دكتورة ميس، أيضا عملية ما بنقول عملية كي الناميات، هل هو حل جذري ولا هو حل مؤقت؟ هل أنتم بتنصحوا فيه بحالات معينة ممكن تقولوا للأهل عليه، ولا لا العمل الجراحي هو الحل الجذري؟ ما في كي للناميات، الناميات تجريف فقط. نرجع عمليات الكي اللي عم تصير، كي هي بترجعي لفكرتي سالي اللي حكيتها اول شيء، هي الخلط بين القرينات والناميات. نعم القرينات هي الزوائد اللحميه داخل الانف مو بجوف بالعوم الانفي، واللي هو نحن بنكويها بنعطيها حل مؤقت اذا كان في عندنا نوبات تحسسيه شديده، ومفهم الاهل انه هو حل مؤقت، نحن بنحرق المخاطيه عبين بيصغر حجمها، عبين ما تترمم المخاطيه بترجع لحجمها الطبيعي. لا بس بتساعد كثير في حال انه، لانه هو اجراء ما نوع عمليه تماما، عرفتي هو اجراء نحن ما فتنا على عمل جراحي، فهو بتساعده لفتره ممكن تمتد للسنه، وممكن يكون علاج بحيث انه ما ترجع القرينات تتضخم مره ثانيه. اكيد هون عم نحكي على اهل عندهم وعي لاطفالهم، بس يشوفوا هاي الاعراض مثل ما حكينا، التنفس بيكون صعب، عم يطلع صوت وهن صوت نفسهم عم يطلع، والصوت الشخير وهن نايمين، يعني فكتير اشياء مزعجه عم بتصير. بس في بنفس الوقت اهل ما بياخذوا اطفالهم عند الدكتور، خلينا نحكي شو القصص السلبيه اللي حتصير مع هذا الطفل اذا لم تتم معالجته ولم تتم مثلا اجراء عمليه جراحيه له. بده يفوت باختلاطات الناميات اللي حكيت لك عنها قبل شوي، اذا كانت اذا كان في انسداد وضخامه شديده بالناميات، مشاكل الاذن الوسطى، بيصيروا يراجعوا انه نحن هو دانه دائما عم تتكر عم تلتهب، فنحن فورا نحن بنطلع على المنظر من خلال الفحص الصوره الشعاعيه. قد ما عالجتي، طبعا انت بتعالجي الحاله الالتهابيه الموجوده حاليا، اذا ما ازلتي السبب انت بتكوني ما عملتي شيء، يعني عالجتي حاليا بس رح ترجع تتكرر. نحن بنقول لهم التهابات هي الجيوب، النوبات الربويه، المشكله التقويميه، مشاكل الاذن، كلها بدك تزيلي السبب لحتى الطفل يتحسن. كثير من الاهالي بيقولوا لك انه يعني بنصبر عليه شوي ليكبر، هن بيقولوا مثلا عمليه الانف هي بشكل عام انه بعد ال 18 سنه انه بتصير مشان ما يرجع يكبر الانف، ومن هالقصص بيقولوا ليكبر بيعالجوا له اياه بعمليه جراحيه واحده. شو ممكن توجهي لهم كلمه للاهل؟ عم اقول لهم انه انتم عم تخلطوا عم تخلطوا كثير بين مشاكل الاطفال ومشاكل البالغين، يعني الناميات هي مشكلة طفولة بحتة، صحيح ما أول المراهقة مثل ما بيقولوا، أنت عم تخلطي بين مشاكل الأنف فيما بعد، لازم نفصل، ولازم يعني نحن لما نروح عند طبيب ناخذ بالراي الجراحي، صحيح. بالراي عفوا الطبي، طبي اذا كان طبي. في عمل جراحي. مزبوط دكتوره ميس، يعني دائما مثل ما قالت انه بعمر 18 حتى بيتركوا الطفل، حتى عيونه ل 18، الانف كل شيء كل شيء كل شيء بيتركوه لل 18، بيكون تازمت الحاله يمكن هلا لا بالنسبه للناميات هي رح تصغر كقاعدة، بس بتكون الاختلاطات تبعها نحن عانينا منها طول هي الفترة. بس هيك طمنتيهم يعني 10 سنين بترجع بتصغر الناميات وبقل حجمها، تصغر الناميات تمام. بس بيكون مثلا نحن فتنا كتيرة. بمشاكل الأذن، نحن فتنا بمشاكل نقص السمع الناتج عن التهابات الأذن. يا محلى يا محلى يا محلى الناميات. أكيد متشكرك، معلوماتك كثير قيمة دكتورة، شكرا لوجودك معنا، وأكيد شكرا لكل كلمة حكيتيها اليوم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لك، نتمنى أيضا السلامة للجميع أيضا، وإلك دكتورة خاصة في موسم هلا البرد عم تزيد مشاكل تنفسية عندنا. تماما، شكرا لك دكتورة.